بليز. يعني موضوع الآثوريين أو الآشوريين بالحقيقة في مطلع السبعينات في يعني لما كان طارق عيد وزير الإعلام الثقافة والإعلام صار اجتماع في مكتبة عدد من الآثاريين والمؤرخين ودورست موضوع يعني طرح موضوع الآثوريين هل هم الآشوريين وعلاقتهم، فصار يعني بقت الكل صار اتفاق أن الأخوة الآثوريين والمتكلمين بالسريانية كلهم الحقيقة هم من بقايا الآراميين اللي أعقبوا الآشوريين في التواجد في بلاد الرافدين وفي أقسام من إيران وفي بلاد الشام كلها الحقيقة. والآراميين طبعا هم إحدى الموجات العربية القديمة اللي خرجت من جزيرة العرب واستوطنوا كقبائل أو بيوتات أو عشائر آرامية استوطنوا في الأطراف الشرقية من بلاد الشام كلها حتى شمال الحقيقة، وألفوا في أواخر الألف الثاني مطلع الألف الأول كونوا دويلات يعني آرام نهرايم وآرام دمشق وعدد من الدويلات الآرامية في بلاد الشام، وحتى اللي وفي مطلع الألف الأول الحقيقة بوجود الدولة الآشورية دخلوا بلاد الرافدين من الشمال الغربي واختلطوا بسكنة بلاد الرافدين في زمن الآشوريين، وقسم كبير الحقيقة انحدروا إلى جنوب العراق إلى منطقة الخليج وإلى الدلتا، وعشائر عدد من بيوتاتهم عبرت الحدود إلى إيران بالحقيقة، واللي كان في صالح البيوتات الآرامية أن كانوا يتكلموا اللغة الآرامية ويكتبوا بالخط الهجائي. الحقيقة الآشوريين وسكنت وإيران آنذاك استفادوا منهم في ثقافيا وفي دواوينهم، والآشوريين حتى استخدموا كثير من الكتبة الآراميين في الحملات العسكرية، فكنا نجد مع الكاتب الآشوري اللي يكتب بالخط المسماري على لوح على الرخيم الطين الكاتب الآرامي وبيده جلد أو ورقة أو جلد غزال حقيقة ويكتب بالحروف الهجائية باللغة الآرامية، فصارت لغة ثنائية يعني الآشورية والآرامية كانت تسير جنبا إلى جنب. بعد سقوط الدولة الآشورية في 612 سقوط نينوى فالآراميين طبعا والخط الآرامي والكتابة الآرامية والثقافة الآرامية هي اللي احتلت مكان الآشورية، اللغة المسماري الخط المسماري واللغة الآشورية، وهي يعني هي ابنة عم الآرامية، هي عمومة مع اللغة الآشورية اللي اثنينهم ما كان يدعى بالمجموعة السامية أو العربية القديمة نسميها الآن، وكل بلاد الشام الحقيقة أخذت حتى العبريين حتى التوراه العبري كتب باللغة الآرامية وبالخط الآرامي في الواقع، والآرامية انتشرت حتى مجيء المسيح بلاد الشام بما فيها فلسطين وفينيقيا يعني لبنان الحالية وسوريا وكل أنحاء بلاد الشام كانت
إضافة إلى الأقوام اللي كانت تقطن في وادي الأردن، يعني اللي كانوا أيضا يتكلموا بلغات قريبة من الآرامية، فالآرامية انتشرت حتى مجيء العربية، حتى الفتح العربي الإسلامي في القرن السابع الميلادي الآرامية كانت منتشرة في كل بلاد الشام وتقريبا في كل بلاد الرافدين والأطراف الغربية من إيران والخليج العربي، كانت الآرامية منتشرة. والحقيقة والأقوام اللي يعني يدعون أنفسهم بالآشوريين هم في الحقيقة الآن من بقايا الآراميين، يعني لأن هم الآراميين اللي التجأوا أو اللي سكنوا جبال شمال العراق وشرق تركيا وغرب إيران، وأصبحوا من الآراميين الجبليين أو من السريان الجبليين اللي ومن دخلهم بالقرن الرابع الميلادي دخلهم المذهب النسطوري، طبعا أصبحوا يدعون بالنساطرة السريان أو الآراميين النساطرة أو الآثوريين اللي أطلق عليهم الحقيقة المطران أديشير اللي أطلق عليهم كلمة أو مصطلح الآشوريين أو الآثوريين، لكن هم آراميين بالواقع، يعني علميا هم بقايا الآراميين اللي هي لغتهم من اللي أعقبت الآرامية اللي هي الآرامية الحديثة اللي نسميها السريانية، والناطقين بها كل الأقوام اللي يعني من نساطرة وكلدان وسريان ويعاقبة يعني أرثوذكس، اللي ينطق ناطقين بالسريانية هم هي الآرامية الحديثة. خليت